بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعيش هذه الأيام نفحات شهر ربيع الأول ونسمات الربيع النبوي المبارك. تحل بنا هذه الأيام ذكرى ميلاد الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيد الخلق وحبيب الحق خير الأنبياء وإمام المرسلين رسول الرحمة والإنسانية عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. تحل بنا هذه الذكرى ونحن في أسوأ حال من الضعف والتخلف والفرقة والشتات. تحل بنا هذه الذكرى ونحن أبعد ما نكون عن تعاليم ديننا وكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. تحل بنا هذه الذكرى والمسلمون يتنافسون مع الأسف في الكيد لبعضهم وفي موالاة أعدائهم. تحل بنا هذه الذكرى وأعداؤنا يتطاولون على مقدساتنا ويسيئون إلى ديننا ونبينا باسم حرية التعبير التي هي أقرب إلى فوضى التعبير. تحل بنا هذه الذكرى وحكامنا يتسابقون في الهرولة نحو الصهاينة وفي خيانة قضية فلسطين وقف المسلمين والمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وبالنظر إلى مأساوية وزوداوية واقع الأمة واستحضار لمعاني ودلالات هذه الذكرى فإننا لا نعذر في ترك جملة من واجبات الوقت كالآتي: لا عذر لنا في عدم العودة إلى ديننا وكتاب ربنا وسنة نبينا حتى نستعيد عزتنا وهيبتنا وكرامتنا. لا عذر لنا في عدم رص الصفوف وتوحيد الكلمة وتحقيق الأخوة الإسلامية التي تسمو على كل الفروق والنعرات والتمايزات. لا عذر لنا في ترك الدعوة إلى ديننا بالحكمة والموعظة الحسنة والتعريف بنبينا عليه الصلاة والسلام بالحسن واللين والكلمة الطيبة. لا عذر لنا في عدم تمثل القيم الإسلامية والأخلاق النبوية في أعمالنا وأحوالنا وتصرفاتنا وعلاقاتنا. لا عذر لنا في عدم فرض احترامنا على غيرنا وإلزام أعدائنا احترام ديننا ونبينا ومقدساتنا وفي العدول عن إساءاتهم واستفزازاتهم. لا عذر لنا في ذلك كله بين يدي الله ورسوله، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.